النقطة دي برضو في ناس فجأة بقت تستخدم الكحول، يعني احنا الكحول اللي كنا بننظف فيه حاجات معينة وبنسب بسيطة جدا، دلوقتي الناس ده تقريبا بتمسح ايديها بالكحول، بترش كل حاجة بالكحول، وفي ناس بيقولوا ان هم تأثر حتى على المستوى العصبي عندهم موضوع استخدامهم للكحول. عايز اعرف اذا كانت المعلومات دي صحيحة برضو يا دكتور. طبعا الكحول غلط. الكحول ده انا بستخدمه امتى؟ زي ما قلت لك، انا باخالط مرضى او موظف عام بيتعامل مع اوراق او تبادل يعني حاجات معينه، او بيضطر يتعامل مع بني ادمين. هنا انا مثلا في عيادتي كدكتور لازم قبل المريض وبعد المريض لازم اطهر ايدي بالكحول، لكن في البيت الكحول ملوش اي لازمه. يعني واحد قاعد مع زوجته واولاده وما فيش حد فيهم مريض، بيتطهر منين؟ فإذا الكحول ما ينفعش، لأن الكحول كتير بتركيزات عالية كذا مرة في بعض الناس بيجي لهم حساسية من الكحول في جلدهم. فيبقى إذا أنا في البيت مش محتاج أي وسيلة تطهير خالص إلا الماء والصابون. يعني برضه هستيرية استخدام الخل حتى لو كان الخل لوحده ملهاش معنى برضه. الخل ده بستخدمه في حاجة واحدة حضرتك. لو إحنا جايبين خضار من بره وبنحطه الأول في مية وخل عشان نظم ان هو يبقى لو في اي حاجه تتطهر بعد كده نغسله ميه. غير كده برضو الخل ما حطوش على جلدي ولا استعمله خالص. نعم. طب حضرتك يا دكتور هاني بقى في الظروف اللي احنا فيها تنصح المواطنين بايه بشكل عام؟ يعني واحد طبعا الوعاد في البيت ده ما فيش فيها كلام. يعني ده وقايه 100% ليا وللمجتمع وللبلد، ده رقم واحد. اتنين، بلاش لما نخرج كثره السلام. هخرج من البيت يبقى معايا منديل ورقي، إذا اضطريت أكح أو عطس أو أي حاجة أكح فيه واحتفظ بيه، ما سيبوش في أي حتة، ولما أرجع أحطه في أي مكان آمن. ما فيش حد يأكل بره في الشارع خالص، يعني ما فيش أي سندوتشات بتتباع في الشارع، مشروبات مفتوحة متعرية، ما فيش أي حاجة زي كده تعملها في الشارع. كمان ما ينفعش أكل مع حد، يعني نقعد إحنا اتنين طبق واحد وناكل منه إحنا اتنين، أو أشرب مطرح كوباية حد أو كلام من ده، الكلام ده مرفوض تماما. الحاجة التانية، لو جالي أي دور برد ولا حاجة، ما فيش حاجة اسمها أروح الصيدلية وأقول له اديني مجموعة البرد. دي كلها عادات لازم إن احنا نتوقف عنها تماما، لأنها ممكن تضرنا. طبعا ظاهرة التقليد، ما فيش حاجة اسمها إن احنا نتقابل برد ونقبل بعض وحاجات دي، يعني لازم تتوقف تماما. طبعا بفكر الحمد لله الدولة قامت بمجهود كبير جدا، موضوع الشيشة الحمد لله تقريبا ما بقاش فيه، إنما أرجو برضه لو كان في أي حد لسه بيعمل حاجة زي كده يتوقف، لأنها وسيلة لنقل الفيروس. وحضرتك أكدت طبعا في كلامك فيما يتعلق بالاستخدامات المختلفة للمنظفات سواء كان كلور أو كان كحول أو كان خل. الخل تحديدا زي ما حضرتك قلت للخضروات والفاكهة لو كانوا الناس مشترينها ممكن إن هي يعني بالمية والخل يتم تنظيفها. يا دكتور هاني، دكتور ياسمين، عايز أقول حاجة قبل ما نخلص بعد إذنك. اتفضل. بقول للمرضى اللي بيعانوا من أمراض مزمنة أو أمراض مناعية اليومين دول، أرجوكم تحافظوا على الاستعمال المنتظم للأدوية بتاعتكم. يعني إذا كنا قبل كده ساعات بننسى مش عارف دواء إيه ما ناخدوش بعد كذا، لا، لابد من الحرص على تناول الأدوية بتاعتنا، مريض السكر، مريض الضغط، مريض كلى، كبد، مناعي، أي حاجة، أدويتك خدها بانتظام لو سمحت. نعم. أنا الحقيقة بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، شكرا جزيلا يا دكتور. ومشاهدين